لكم داروا لكم جروب ديال الواتساب داروا لينا جروبات جروبات ماشي غير جروب شي ما يعرفش جروبات وكل عائله كاين عائله فيها 30 شخص 40 شخص الى غير ذلك دونك حنا تنعطيو فلوس صحيحه وما تنشدوا والو طمعونا قالوا لنا من مرحله لمرحله غتبداو تاخذوا الارباح يعني حنا تنعطيو يعني دابا انت يايا كتبقاي تجيبي عائلتك وتجيبي عائلتي انا تقريبا عندي عائلتي فيها اكثر من 50 شخص كلهم السيدة اللي سمعتوا حاليا كتهضر هي واحدة من بين 5000 شخص اللي هما ضحايا ديال بدر بدر حدا الدول اللي كتشوفوا حاليا التصويرة ديال ولا الكوبي ديال الباسبور ديالو هذا الدري هذا اللي هو في عمره 23 عام ولد مدينة أكادير كنحيي مدينة أكادير هذا الدري هذا راه ما خصوش يكون من هذه المدينة هذه غير بغى يوسخ السمعة ديالها تحياتي للناس ديال أكادير هذا الدري هذا فهو استغل واحد السيستم اللي هو معروف من قديم الزمان بونزي سكيم كان في الماضي كاين مازال في الحاضر ومازال غادي يجي في المستقبل انت كتعطيني 2500 درهم كنرد عليك بعد واحد الوقت 5000 درهم انت كتثيق وقد ما كتزيد الثقه فيا قد ما انك وفي بالوعد ديالي قد ما انت كتزيد تستثمر فلوسك هذه الطريقه هذه اليومين هذا كنعرفوها في جميع الميادين ديال الاستثمار حتى في الكريبتو كيفاش نحاربوا هاد المسائل هادو فانا ماشي غير هضرت ماشي مره ولا شي جوج ماشي ثلاثه في هاد لي بونزي سكيم ولا هادشي ديال النصب في الكريبتو فلا بد ولا بد خصنا نكثروا من التوعيه خصنا نهضروا مع الاصدقاء ديالنا عائلتنا لحبابنا الى اخره لان هذيك المقوله اللي كانوا تيقولوا جدادنا وتنقولوها اليومين هذا ما تيغلب على الطماع غير الكذاب راه مازال كاينه إلا ما خدمتيش عليهم ودمرتي عليهم وعرقتي وكليتي العصا باش تحوشهم وتربحهم فراه الله ما يجيش واحد ويجيبهم لك انت باردة عرف القضية فيها إنا اليوم السيدة جبت لكم أهم أخبار عالم الكريبتو أهم العناوين ديال هاد النشرة هادي غادي نبداو بالاس اي سي كنعرفوا بأن الاس اي سي كتدعي البروجيات اللي كيخرجوا الكوينز التوكنز إلى آخره كسيكوريتي واش بدلوا الاتجاه واش غادي نوضوا كذلك لصحاب الان اف تي غادي نشوفوا الاس اي سي اش دارت غادي نهضروا على فيتاليك بوتيرين شحال هذه هضرت في الاسبوع اللي فات قلت لكم بانه حول 600 ايثيريوم من المحفظه الشخصيه ديالو المنصه ديال كوين بيس اليوم سيادنا خرج الخبر بانه حول واحد الكم كبير ديال الايثيريوم تقريبا جايه ل 5 مليون ديال الدولار اش باغي يدير بها مقلش الودنين غادي نهضروا في هذا الموضوع هذا غادي نهضروا كذلك في ايثيريوم ان يور بوكيت الايثيريوم في جيبك انت اش هذه المساله هذه واش العلاقه اللي عندها مع جوجل غادي نهضروا سيدنا على زيتا تشين كاين اخر اخبار اللي لابد خصني نهضر معكم عليها وكذلك على الشيبا من نهار هذيك البدايه ديال الشيباريوم اللي ما كانش مزيانه فين وصلنا حاليا كاين بزاف ديال المواضيع اللي هما شيقين كذلك اللي غادي نطرقوا لهم في هذه النشره المسائيه ولكن كيف ديما بعد هذا الفاصل وتيغوتي السلام عليكم معكم يونس من كريبتو بالدارجه كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله بالصحه جيدة كيف ديما كنشكركم على الدعم ديالكم على الوقت اللي كتدوزوا في مشاهدة ديال الفيديوهات ديالي هادشي كيفرحني وكيشرفني الناس اللي عنده شي سؤال يكتبوا لي في التعاليق ولا يتواصل معايا ديريكت على الخاص سواء عن طريق الانستغرام سواء عن طريق الفيسبوك او التليجرام الى اخره جميع الروابط الحقيقية ديال السوشيال ميديا ديالي غتلقاوها في تحت كل فيديو في قناة الوصف كذلك في الانفو الروبريك ديال الانفو في اليوتيوب شان كذلك من اللي عجبتكم هذه الحلقة هذه واستمتعتوا واستفدتوا منها دعمونا بلي لايك ديالكم بلي بارتاج كتبوا لنا كذلك الآراء ديالكم في التعليق وشكرا مسبقا وعلى بركة الله وبسم الله نبداو النشرة المسائية ديال اليوم نشوفوا فين وصلنا بالنسبة لكوين ماركت كاب حاليا توتال وهو 1.05 تريليون ديال الدولار الفوليوم ديال التداول في 24 ساعة الأخرى 23.2 مليار ديال الدولار ديال الفلوس اللي تباعت وتشرات الدومينونس ديال البيتكوين تقريبا 48.3% والدومينونس ديال الايثيريوم 18.9% بالنسبة للبيتكوين حاليا كيتورانجي في ديك 26141 دولار فهو ما دار شي حاجة كبيرة بالحد الآن تقريبا مازال في بلاصتو مشيو سيدنا الخبر الاول اللي عنده علاقه بالباينانس اوكا اكس اند باي بيت بان روشنز يوزرز اند باك بانك اكونتس اون بي تو بي بلاتفورم
فقاعدوا كلي هما باش يبدوا يعني هاد المنصات الكبار باينانس وكذلك الاوكا اكس. الاوكا اكس اللي هي سبونسور ديال هاد لاشين هادي حاليا. فما تنساوش انكم تمشيو تقيدوا عن طريق الرابط ديالي، راه مازال هاد لاكسيون مازال فيها 3 ايام، يعني عندكم الحظ انكم تربحوا حتى 60,000 دولار في كافونشر. تسكم تقيدوا ديروا الكي واي سي ديبوزي مينيمو 50 دولار وتبداو تريديو. فقد ما تريديتي بزاف قد ما غادي دير واحد الفوليوم، وعلى حسب هذا الفوليوم هذا غادي تفرقوا هذوك لي كادو. كذلك عندك الفرصه ملي غادي تسالي الكي واي سي غادي تربح تقريبا 3 ديال الدولار ديال البيتكوين ديالك، دير به اللي بغيتي. وكذلك واحد الميستري بوكس، وابارتير من سبتمبر ان شاء الله الناس اللي هما اكتيف كي تريديو في هذا المنصه واللي تقيدوا عن طريق الرابط ديالي غادي يكون لهم واحد المسابقه او لواحد الجيف اوي اللي غادي يكون مهم. وشكرا مسبقا. نرجعوا لسيادنا الخبر الاول وهو ميجر كريبتو تريدينغ بلاتفورمز انكلودينغ باينانس اوكاكس اند بايبيت هاف ستارتد امبلمنتينغ بانز اون راشن ريزيدنتس فروم يوزينغ نون راشن فيات كارنسي. فهم احنا والراس بغاو يتبعوا القوانين اللي تقول لهم بوتين والحكومه سميتو كاع الرؤساء اللي هما اكتيف هاد من ساجدو وكيتداولوا بشي عمله ولا كيديروا البير تو بير من غير الروبل فهما غادي يتباناو، كذلك بعض لي كونت الى اخره. فكي تشوفوا هما باغين يخليو بلاصتهم في روسيا، داكشي علاش بغاو يتبعوا القوانين ديال الحكومه الروسيه. مشيو لسيدنا الخبر اللي عنده علاقه بالاس اي سي سوز كومباني فور سيلينغ ان اف تيز كليمين دي كان بي كلاسيفايد از سيكيورتيز. فانا جيت نشوف ويلي هما ناضوا دابا صحاب الان اف تيز ولا كيفاش. حنا تنعرفوا دعيو بالاكس ار بي، دعيو شي من سايد او شي حاجه على قبل البيع ديال شي توكن الى اخره. اما دابا صحاب الان اف تي واحد الشركه اللي دارت واحد الكوليكسيون ديال الفاوندرز كي وما هادو، فهما حاليا يعني الثمن ديال ان اف تي الواحد 0.039 ايثيريوم. فهي دعاتهم الاس اي سي قالت لهم بان هذه القضيه هذه كلاسيفا وكا سيكيورتيز، وعدتوا الناس بانهم الا شراو هذا الان اف تي هذا راه غادي يربحوا من بعد، يعني الى يعني الشركه الا خدمت مزيان والبروجي تلونس. فهاد المساله هذه هنا فين دخلاتهم الاس اي سي. نمشيو سيدنا نهضروا في هذاك اونلي فانز ديال الكريبتو فريندز تشيك اللي هضرت فيه الاسبوع اللي فات. ديكلاينز از تريدينغ فيز بلامج. فهذاك الفيديو اللي هضرت فيه على فريندز تيك قلت لكم حظيو من هذه القضيه هذه، راه 7 ايام تلمشماش راه تقدر تسالي دغيا. وهذا هو المشكل. الا جينا نشوفوا حاليا لي فيز، حيت كان لي فيز هما باش بداو داروا الدعايه 1 مليون ديال الدولار ديال لي فيز هو النهار الاول فاش بداو. شوفوا شحال ديال لي فيز داروا حاليا، فتلقاو دابا حاليا حسب الديفاي لاما اليوم 127 اوت يعني البارح 161,000 دولار ديال لي فيز اللي ربحوا، يعني ربحوا منه نت تقريبا 80,000 دولار. شوف واحد الفرق كبير، يعني واحد الفرق كبير ديال تيقولوا ليه بلاتي نعيد الكاميرا باش تشوفوا. ففرق كبير ديال من هنا كان 1 مليون يعني ديال 0.68 دابا ولا تقريبا 161,000 دولار، يعني شي حاجه اللي هي كاتاستروفيك. كنتمنى انا بزاف ديال الاخوات والاخوان ما انفستينش ولا ما شراوش شي سيرج وحلو تما. حنا نشوفوا هذا البروجي هذا فين غادي يوصل، لان خرجوا بعض الاخبار السلبيه هذيك السيمانه كذلك اللي قالوا بان كاين شي يعني ليك ديال لي زانفورماسيون ديال الناس تما اللي تسربوا ولا عند كاين تما شي باغ الى اخره. وهذه القضيه هذه اللي نازلت طين بلا. نمشيو لسيادنا فيتاليك بوترين في ترانسفير 600 ايثيريوم تو كوين بيس شيكن ماركتس. هذه الاخبار هذه قديمه ديال الاسبوع اللي فات، اليوم خرجت الاخبار جديده. فيتاليك بوترين بيج موف و 3000 ايثيريوم فروم ادرس vitalik.eth تو ادرس vb2. هو حول 3000 ايثيريوم اللي عندهم تقريبا واحد لا فالور الا ما خفت نكذب ديال 5 مليون ديال الدولار من لادريس ديالو هادي. لادريس ديالو هادي علاش دار هاد القضيه هادي؟ واش كيوجد شي حوايج؟ الله اعلم. فيتاليك بوتيرين من هاد ترانسفير ديال 600 ايثيريوم المنصة يعني 1 مليون ديال الدولار، ودابا حول 3000 ايثيريوم من واليت لواليت. علاش يدير هاد القضية هادي؟ واش كيوجد شي ضربة؟ واش باغي يحول هاد الايثيريوم عاوتاني لشي منصة اولا باغي يبيعهم في الديفاي؟ قولوا لي الرأي ديالكم، علاش كتظنوا بان فيتاليك بوترين غادي يدير هاد الموف هذا؟
هاد الترانزاكسيون اللي كتشوفوا يعني ترانزاكسيون ديال هنايا فهو حول ديفينيتيفمون هاد القضيه هادي. مشيو السيد نبداو بالشات جي بي تي سولوه عاوتاني على الشيبه فين غتقدر توصل الشيبه. ديجا كنت هضر في هذا الموضوع في واحد النشره وقلت لكم راه قالوا حسب هذيك الشركه اللي دارت هذاك الفوركاست قال لك بان الشيبه غتوصل واحد سنتيم من هنا ل 2040 الا ما خفت نكذب. حاليا تشات جي بي تي قال لهم 0.1 سنتيم تقدر توصلها الشيبه من هنا ل 2029 يعني تقريبا من هنا ل 6 سنين. يعني مزيانه متفق معها علاش لا، ولكن غيكونوا شروط من بينها يعني لادوبسيون ديال الشيبه خارج الكريبتو يعني في العالم الحقيقي. كاينين دي ريستورون ولا دي يعني دي بوتيك او شركات اللي غادي يبداو يتعاملوا مع الشيبه ويساهموا في الحرق ديال هذه الكميه هذه. هذه المساله هذه ضروريه وضروريه بزاف من غير لادوبسيون الى اخره. بالنسبه للشيبه فالشيتوشي كوسا ما خرج لي مدير هذا الارتيكل هذا بعد ما بدا الشيباريوم يعني بدوك المشاكل. فحاليا قادوا هذوك المسائل المشاكل اللي كانوا حلوهم دابا يمكن لك تدخل الشيباريوم تستيكي البون يعني تحوله من الايثيريوم للشيباريوم. تقدر كذلك تحول مثلا الشيبا والليش من الايثيريوم تحوله للشبكه ديال الشيباريوم الى اخره. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا يستيكي البون هذيك العمله ديال الشيبا فانت ملي كتستيكيها راه كت يعني ملي كتحولها فكيكون يعني ترانزاكشن تقريبا ما بين 20 حتى 30 دقيقه وملي كتستيكيها تما. ولكن الا بغيتي ترضع عاوتاني الايثيريوم فانت خصك تسنى 7 ايام. هادشي خاص غير بالبون، اما الشيبه والليش فتقدر يعني غير كترانسفيرهم تو سويت. هاد القضيه هادي ضروري خصكم تعرفوها. مشيو سيدنا الاخبار اللي عنده علاقه بموضوع ديال الزيتا تشين. ديجا كنهضر فيه ماشي مره ماشي جوج هاد الاير دروب هذا ولا هاد البروجي هذا اللي هو كبير. وكي تشوفوا فهما وصلوا الايرا ديال اتينز 3 هذه هي تقريبا اخر مرحله في هذا التيست نت هذا. داكشي علاش ضروري خصكم تعاودوا تقيدوا راه ديجا كتهضرت فيها ماشي مره ماشي جوج ولكن في اخر مره كتهضرت فيها والسواب كان حابسينو كانوا ما حابسينوش. دابا راني جربت قبيله قبل ندير هذه الحلقه هذه انا سوابيت واحد الكميه ديال الجيرلي ايثيريوم البوليغون فراه خدامه. الله يجازيكم بخير الدراري اللي باغيين يشاركوا في هادشي ديال الاير دروبات الى اخره فما فيها باس. هاد البروجي هادي ديال زيتا تشين تخدموا عليه ما بقى والو من هنا للاخر ديال العام ربما غادي تلقوا اللعب. وقد ما يعني انت ما كيطلبش شي حاجه يعني تقريبا كل 3 ايام ولا معناتها كل 5 ايام كدير غير ترانزاكسيون وحده وكتبدا تجمع النقاط. غادي نخلي لك الرابط ديال هنا باش تمشي تقيد. شرط واحد خصو يكون عندك تويتر فيه شهر يعني فيه شهر ولا يعني مينيموم يكون فيه شهر. فهاد القضية دي هو الشرط اللي يعني اللي خصك تكون عندك. فكنتمنى انا بزاف ديال الاخوات والاخوان عندهم شي تويتر تما قديم. اللي ما عندوش نقدروا ندبروا ليه على شي تويتر كيف قلت في هذاك الفيديو الاخر ديال المولتي اكونت ما عليناش اللي بغى يتواصل معايا. فهاد القضية دي الله يجازيكم بخير ديروها ما عندكم ما تخسروا. غنخلي لك الرابط تما ديال باش تمشي تقيد عن طريقي. حتى كذلك شد ملي تقيدوا كل شيء دي كليكي هنايا على ايرن كوبي هاد اللينك هذا وبارطاجي مع الاصدقاء والاحباب قد ما عرفتي على شي واحد فانت كتاخذ 5000 نقطه. وبداو ديروا كل سيمانه يعني كل 3 ايام ولا كل 4 ايام سا ديبون ديروا عاوتاني واحد ترانزاكسيون عاد ما بقاش بزاف بقاو تقريبا غير تقريبا هنا الاخر ديال العام. الله يجزيكم بخير عطيوها هذه راه تكون منفعه لكم. مشيو سيدنا الموضوع الاخر اللي عنده علاقه بالايثيريوم فون. شحال هذيك نهضرنا في السولانا فون الى اخره. اليوم ولا البارح خرج في هذاك الاخبار ديال الايثيريوم فون سيلز اوت فبغاو يخرجوا سيدنا تليفون اللي خاص بالايثيريوم ومكتوبه كذلك يعني داكشي علاش السلوغون ديال هذا الفون هذا ديال الباكيت اللي غتكون ايثيريوم ان يور باكيت. كي تشوفوا هادشي السيت ديال اوبن سي ماشي شي بوتيك. الا بغيتي انت انتريسي تشري هاد التليفون هذا اللي هو مبازي على الجالاكسي اس 7 اي الا ما خفت نكذب فكي تشوفوا وي الجوجل بيكسل عفوا جوجل بيكسل 7 اي اللي هو نورمالمون كيسوى تقريبا ما بين 500 حتى كاع الى غلا 500 حتى 650 اورو ولا دولار.
فالناس اللي هما كانوا عاصرين على هذه القضيه هذه فهما مينتاو هاد لي زينيفتي اللي كتشوفوا حاليا في يعني تيقولوا في الاوبن سي يعني مينتاو ب 0.0 شي حاجه يعني مينتاو ب 0.39 ايثيريوم وحاليا هاد لي ان اف تيز كيتباعوا حاليا بثلاثه يعني ارخص واحد حاليا 2.7 ايثيريوم يعني الا بغيتي تشري هذا التليفون هذا ضروري خصك انت تشري هذا الان NFT وتحرقه يعني تبرنيه وعاد ديك تاعهما غادي يصيفطوا لك التليفون حتى لدارك ما غتخلص والو لانك انت مخلص بالايثيريوم دافونس. هذه هي اللعيبه في الجعيبه اللي داير حاليا كي تيقولوا ليه فيتاليك بوتيرين. فالتليفون يسوى تقريبا 500 حتى 600 دولار وأول تليفون سمارت فون فيه الشبكة ديال الإيثيريوم هذيك الإيت أو إس. ناس اللي هما كيأمنوا يعني كيموتوا على الإيثيريوم وكيجمعوا هاد الشيء اللي هما في التاريخ باش يورثوهم الأصدقاء ولا لولادهم فراه هاد الجادجيت هذا ولا هاد اللعبة هادي مزيانة تكون عندك. ولكن واش أنت اللي كتشوف فيا دابا ولا أنت اللي كتشوف فيا دابا أختي واش تبغي تشري دابا حاليا تليفون اللي كيسوى ب 400 تشريه ب 2.7 ولا 3 ايثيريوم حبا في فيتاليك بوتيرين اللي غادي يحولهم عاوتاني شي من الصاولة يدامبيهم في السوق. كتبوا لي الله يجازيكم بخير تعليق ديالكم غادي نقراو ان شاء الله كلشي. فكانت هذه هي النشره المسائيه ديال اليوم كنتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا منا. الا عندكم شي سؤال كتبوا لي في التعليق ما تبخلوش علينا بلي لايك لي كومونتير بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. كذلك ما تنساوش تمشي تقيدوا عن طريق الرابط ديال او كي اكس غادي نخلي لكم في اول تعليق مثبت. كنقول لكم السلام عليكم صبحوا على خير والله المعين.